مين هنا بيلعب سكواش؟ او براعم 1 2 3 4 5 6 7 8 طب انتوا تعرفوا الابطال دول ولا ما تعرفوهمش؟ لا لا قولوا تاني تعرفوهم؟ ايوه اكيد. انا جاي هنا اساسا مستني نور الشربيني بصراحه. يعني انت جاي تحضر الحلقه عشان نور الشربيني؟ واو. طبعا لازم تعرفوا انه يعني هو جمهورنا شخصيا ما فيش اي علاقه ما بينه وما بين ضيوفنا، بس اكيد وجود نور وكريم. انت جيت الحلقه عشان تحضر تشوف نور. اسمك ايه بقى؟ بيير. بيير احب اقول لك انت اروش واحد في الجمهور. شكرا. حد فيكم راح شاف البطوله اللي اتعملت عند الهرم ولا ايه ده؟ انت روحتي وانت رحت؟ طب ممكن تحكي لي رحت اتفرجت على ايه؟ شفت ايه؟ طب قول يا بير. اتفضل. اللي ما رحتش هنا شكلي. بس انت هنا على بعد يعني خطوتين من بطله العالم ومن بطل بطوله مصر، يعني ده هنا اقرب من انت كده وسط على فكره. طب ممكن تديني حاسس بالاضطراب صدقيني. طب اديله الميكروفون. انت اسمك ايه؟ يوسف. يوسف انت في سنه كام يا يوسف؟ رابعه. قلت لي بقى انك رحت حضرت عند الاهرامات. رحت السيمي فاينلز والفاينلز. طب قولي كنت عرفت تتفرج كويس وانت في البطوله هناك؟ ايوه. والله مين اكتر حد عجبك في او اكتر حاجه عجبتك في البطوله اللي انت رحتها؟ كنت بتشجعنا طيب ولا لا؟ كنت كنت فاكر احنا هنكسب ولا لا؟ مين بدي اسالك سامي؟ كنت فاكر مين هيكسب في الفاينلز؟ عبد الجواد و عايز ينور. لا هو انا حاسه ان هو يعني صنفه صوم معاكم جدا يعني. في هنا حد بنوته؟ اسمك ايه؟ ادوها الميكروفون. ممكن تديها توباس المايك؟ اوقفي عشان اشوفك. اسمي عاليه. عاليه انت في سنه كام يا عاليه؟ سته. تخيلي. تصدقي ما كنتش متخيله. طيب يعني انت عندك 12 سنه؟ 11. قولي لي انت بتلعب سكواش؟ طيب شفتي كريم في البطوله؟ شفته. وشفتي نور؟ شفت نور. انت حضرتي الفاينل؟ لا حضرت دور الثمانيه. حضرتي دور الثمانيه. ومين يعني مين اللي قال في البيت ان احنا عايزين نروح نحضر البطوله دي؟ انت ولا بابا ولا ماما؟ لا معرفش. هو احنا كان عندنا جيمات في اليوم اللي قبليها فانا لعبت حلو فبابايا عمل لي مفاجاه ان انا اروح اتفرج على دور الثمانيه في البطوله دي. الله. طب واحكي لي كده عن التجربه، عن الاكسبيرينس ان انت تروحي تتفرجي على ابطال مهمين في السكواش. يعني هو حلو طبعا ان احنا نروح نتفرج على ناس تلعب حلو جدا، وكنت يعني اكسايتد جدا ان هم يمدوا لي على الكوره واشوفهم وكده. ان شاء الله في يوم من الايام تبقي مكانهم بتلعبي والناس هي اللي تيجي تتفرج عليكي ان شاء الله.